بصراحة. وضمن شبكة مراسلين مشاهدينا الكرام انتقل بكم إلى البصرة لينضم إلي من هناك ستار المنصوري. ستار أهلا بك، لك الكلمة تفضل. نعم، محافظة البصرة شهدت ليلة البارحة وقفة احتجاجية من قبل ناشطين وشيوخ عشائر، وجماهير البصرة طالبت بالتريث بمشروع الربط السككي مع دولة الكويت حتى إكمال ميناء الفاو الكبير. وطالبت هذه الجماهير أو هذه الوقفة رئيس الوزراء العراقي وكذلك مجلس النواب بالإضافة إلى نواب البصرة ووزير النقل بالإسراع بإنشاء أو إكمال ميناء الفاو الكبير. كذلك يعني اليوم من المؤمل إعادة افتتاح شارع الفراهيدي للثقافة بعد أن توقف لعدة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا. كما تعلمون هذا الشارع يعني هو ملتقى للأدباء والمثقفين والإعلاميين وشرائع أخرى والفنانين في مدينة البصرة، ويفتتح كل يوم جمعة وهو يناغم أو يحاكي شارع المتنبي في العاصمة بغداد. أمنيا يعني اليوم البصرة حبلى بالأحداث الأمنية، حيث في شمال البصرة وتحديدا في قضاء الهارثة مصدر أمني ذكر بمقتل امرأة وعفوا بمقتل ثلاثة نساء ورجل على يد أقاربهم، ولم تذكر أو لم تعرف الأسباب لحد الآن هل هي جريمة منظمة أو تدرج ضمن الجرائم الاجتماعية. وكذلك في نفس المنطقة وبالتحديد في منطقة قرمة علي تم يعني مقتل منتسب أمني على يد مجهولين يقودون دراجة نارية دون معرفة التفاصيل. وإلى قضاء الزبير غرب البصرة تم اعتقال رئيس عصابة خطرة يعني متخصصة بالسطو المسلح وتم إحالته إلى القضاء، وأخيرا إلى مدينة ذي قار حيث تم اعتقال تاجر للآثار والأسلحة والمخدرات في قضاء الشطرة على يد قوة أمنية قادمة من بغداد. هذا كل ما لدي من أنشطة وأخبار في مدينة البصرة، وأعود بكم بالصوت والصورة.